مشروع فلاحي اي افيك دو جينيس، مم. دونك لقينا صعوبات، اي لقيت تو صعوبات كنت برشا. تسمع في سي توفيق، وي وي فما نقاط مشتركه سي يمكن سمعت. وي ديما الواحد من الاول يقول كي يخمم في فكره اهم حاجه كونه يدرسها مليح، يخمم فيها من كل الجوانب. انت كان نفس الامر بالنسبه ليك؟ صدمت ولا خفت ولا تراجعت شويه؟ كيفاش كانت من انا الاول؟ كنت انا عامله جيستيون دونك في 91 دونك نشوف الوالد هو فلاح، الوالد دونك سان هيريتاج، اي من الميدان ديما انا فوالا معناتها ديما عندك اني نتبع في الوالد ونمشي معاه البنزرت، نسكن في تونس نمشي مع البنزرت فوالا، وديما نحبها دونك انا كي نشد طريق بنزرت نبدا فرحانه، ملي نشد الطريق من هنا كنت حتى كي كنت نقرا هنا نبدا بون باش نمشي لبلاصه اخرى، لا نمشي تونس نشد بنزرت معناتها. معناتها الفكره نتاع مشروع في تونس من الاول معاك؟ من الاول لا من الاول معايا، من الاول انا معاك. ما زلت ماني مع في تونس صغيره ماني مع الوالد. لا نحب اني نعمل فلاحه ونحب نوصل البارتي هذيك اللي خذيتها نيريتاج باش نوصلها قوارص، خاطر البارتي هذيك ما فيهاش قوارص، البارتي الموجوده اللي خذيتها انا. كنت فرحانه وكنت زاده كن كنت مقيمه غادي ديما اني نشوف لي لو دو تيغان كيفاش العباد تخدم في الفلاحه، جدو معناتها نغزر الفلاحه. خذيت تجربه يعطيك الصحه فوالا. حبيت اني نواصل باش نعمل ورد باش نعمل حاجات اخرى ابار لاغرين بيسك، عندي انا 8 هكتار بريسك فهمني. هكا عملت البروجي نتاعي، فرحانه بالبروجي، كبر البروجي. سهله الامور من الاول مشات؟ لا هي صعيبه راهو، اما ديما انا تلمون شويه صبر معناتها الفلاحه دونك تجاوزتهم. فوالا لازم اي عبد يجيني يقول لي انت مراه صعيب عليك، انت مراه الفلاحه ديما الفكره هذيك فوالا اكي الدخله يدخلك بها يفشلك، مش ميدانك معناتها. يعطيك الصحه. حتى كي تعرضني صعوبات نقول لي نرجعش الفكره نوريها انا مراه وانا لازمني نوصل، لازمني نوصل فوالا نتحدى فوالا. صعيبه برشا عندنا معناتها، فما ارتفاع في كلفه الانتاج في المبيعات، احنا ما نلقاوش روحنا، عندنا اليد العامله ب 25 دينار ب 30 دينار، اني نوصلها ونجيبها بالكهرباء، اني نشري لها فهمتني، كان راجل زاد نشيل السواقر نتاعو، وكان اني نقعد بحذاها برشا برشا، انها تقول لي انت ماكش معناتها ماذا بها انا مش موجوده في خاطر انا سيغ تيغان قاعده في سانيتي واني واقفه. معناتها انت حاولت باش تبني علاقه باهيه مع اي لا علاقتي باهيه مع العمل معايا فهمتني، اما نحكي لك الكلفه نتاعنا ولات غاليه في الانتاج معناتها باغابوغ الزونه باغابوغ غاليه برشا غاليه. اللي كنت انا نصوره قبل في الوالد كيفاش كيجيب ونشوف في الفلاحه بدلت الحكايه، بدلت كومبليتمون معناتها، ما كنتش نتصور هكاك معناتها. في الاخر انك برشا حاجات صعوبات في المارشي دو غرو، في الترونسبور، في البارتي اللي تجي تشوف تو انت ساعه. خلينا نبداو من الاول، تو انت المشروع باش وقفتوا على ساقيه قداش قعدت؟ عندي من 2012 انا بديت بالمشروع نتاعي، بخسك كمل في 2013 وحدك معناتها، ما معك حتى حد، وحدي وخدمت وحدي حتى 2013 فوالا كملنا بروجينا فوالا، وبدينا عاد داخلين في من وقتاش صعيبه راهو. من وقتاش بديت بالحق تحس كونه فما صعوبات، كونك بديت هكا شويه تضر شويه اونتر بارونتيز معناتها كيفاه؟ بون فما شنو نتعرضوا احنا الفلاحه للصروح، نتعرض يجيونا والقوارص صعيب، القوارص كي يطلع صعيب، يطلع بالسيف باش تكبر الشجره، كي القوارص ما تحبش هيك الهيشه تشم ريحتها كما يقولوا معناتها البلونتاسيون تولي ما عادش تطلع لي فهمتني؟ بون كفحت جات انها لازمها تكبر ولازم انها تولي ثانيه فهمتني؟ ونفرح الى حتى لتوا فرحانه معناتها، نحس روحي فرحانه. عملت حاجه بالطبيعه اذا كنت تقول لي مشروع من الصغرى وانت تحلم به. والله نحلم به. دونك محلاها واحد كي يكمل يحلمه حلمه وتحققت. اما صعوبات كبيره برشا خاطر القوارص ماهيش للفلاح البسيط، ما عندوش ما ينجمش يعملها، قوارص كبيره برشا فلوس ولا قويه معناتها. انا تصورتها حاجه سهله وبعد ذلك دخلت لها لقيت روحي لقيتها صعيبه برشا، لقيت لها برشا فلوس لازم معناتها، انت البروجي نتاعك محطوط ولازمك برشا فلوس برشا حاجات. مي بعد ذلك جيت بعت لقيت روحي مش كيما صرفنا. انت بعت توا؟ نو نباع المنتوج اوكي انت بعت فجعتني. انا بيدي ما نحبش البيوع دونك كي بعت كي تبيع المنتوج تجي تلقى روحك مش كيما قد ما تصرف قد ما تصرف قد ما تصرف يكون المدخول معناها. لازم يمكن سنوات زاده اخرى. لا 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 ولا مش قبل مش قبل نو انا خدمت مع الوالد راهو القطاع تبدل ككل تبدل كومبليتمون فوالا. تمشي انك تبيع في المارشي تلقى روحك تبيع في المارشي، ثم مش الموجود البرا اللي تشوف فيه البرا فريمون خيالي فهمني، اما كي تشوف في المارشي انك تبيع في الانتاج نتاعك
كعبل مش من بعض. انت توا مدام سهام قلت لي وصلت المرحله كثرت عليك شويه المشاكل والمصاريف والعائله نتاعك قعدوا لبرا ولا هوني؟ لا رجعت بديت نرجع في اولادي رجعت زوجة اولاد غادي. انت جبتهم لهوني ساره؟ لا جبتهم لهوني كيف قرايتهم وكل فوالا جبتهم وقراوا هنا بحدنا دونك بالكدا مي بعدين بديت خايفه بديت نشوف الصعوبات برشا بديت تحس في المستقبل شويه مش قبل مش كيما نغزر كي كنت مع الوالد كي كنت مع الوالد نمشي مع الثاني ونشوف كل شيء مش كيف كيف دونك رجعت ولادي توا معناتها توا قاعده تخمم باش تعاود ترجع؟ لا لا العشيه انا راجعه باش تعاود ترجع لوين؟ لفرنسا؟ لايطاليا؟ لا باش نهز انت بديت في ايطاليا من الاول بديت في ايطاليا وبعدين رجعنا لباريس بويسك القرايه غادي خير اي وشو باش تعمل معناتها توا المشروع هذا شنو مصيره معناها كيفاه؟ بون هو توا علاش انا السبب رجوعي فما انا دي فوا تصير لك مشاكل انه يجي واحد يقص لك 30 شجره عام ونص التالي فهمتني؟ بون عملنا بروسيدور نتاعنا تزيد نهار لو 21 تقوم الصباح تدور في سانيتك فرحانه تزيد تلقى معناتها تلمو انا ما عديتهمش عدتهم العدله 40 شجره قوارص بالتمسن بالكعب نتاعها في القاعه تأيس ايش نقول لك تضرب كرهبه تكسر حاجه وهذا شنو جيران بالطبيعه تتشمت في عبد مثلا تقول العبد انت راهو هكا ولا يتشمت فيك ما نعرفش شنو هي الحكايه معناتها معناتها مشاكل ولا يعطيك الصحه اي ما شنو هو اللي يجي يقص لك فيه مثلا يقص لك 40 تمسن هكاك بالاجار نتاعو وانت تكبر فيها كولادك خاطر انا مانيش كلي عندي سورس اخرى ولا اني نخدم في بلاصه اخرى ونجي ساندي ديمانش ولا نجي في الوقت ولا اني ديما اني نستنى فك الشجره كل مره تطلع لي شويه تطلع لي شويه بون فانت كونت خذينا عملنا الاجراءات نتاعنا نشكر معناتها جماعه الامن وكل شيء بصراحه خذيت اجراءاتي وعملت كل شيء جيت شوكي وابار سا برشا حاجات معناتها كيما قلت لك الكلفه والغلاء واليد العامله غاليه معناتها الصعوبات الكل شفت حياتنا نتاع قبل خليتك توا تعاود معناتها تعاود ترجع تخلي كل شيء وتعاود باش ترجع ايه لفرنسا هذيك هي باش نرجع لفرنسا علاش لان بصراحه تحط برشا فلوس تخلص برشا حاجات في الاخر تجي معناتها تلقى ابار المشاكل ابار المشاكل تجي تلقى صعوبات في البيع في تو كي نكلم انا اللي يهزني نقول له الو شو عملت لي يقول لي سهام المرشي كله المرشي كله احمر المرشي كله احمر وكيفاش تو مدام سهام باش تعاود تبدا من الاول وجديد لبرا ولا كيفاه؟ لا معناتها شوي بشوي عندك معناتها عندك حاجه غادي من الاول عندك الخدمه نتاعك شنو عندك انت لبرا شنو خليت في فرنسا؟ انا لما جامي كان خدمت وما جبتش فلوس من الخارج انا انا معناتها الوالد الله يرحمه الوالد هو اللي خلى لابس عليه ولا دونك مش انا جبت الفلوس من الخارج معناتها كي عشت غادي ما حبيتش نبقى ما حبيتش نخدم ديما اني نخمم في الفلاحه ديما اني نخمم نعمل مشروع هنا وتعمل مشروع هذيك هي معناتها ما بقيتش وتو في نهايه الامر معناتها قررت باش تعاود ترجع لا قرار اني باش نرجع بون بصراحه ما نكذبش ما نجمش نقول لك خساره ولا لا لانه في نهايه الامر تقعد تجربه اما صحيح لا ما نعرفش معناتها انت كيفاش تراها مانيش باش نسلم كومبليتمون فهمتك من ولد مفجوعه ولد كنا نقوم نزيد نشوف الاجار الكبار الاخرين اللي كبرتهم نزيد نلقاهم ولا واحد يتفجع كمان معناتها تحس روحك مفجوعه تحس روحك لتوا انا لتوا نحس روحي مانيش نحب نبعد نحب نبعد شوي شنو فما مستقبل للمشروع ككل ما تعرف شنو ينجم وين يوصل معناتها ينجم بين ليله ونهار معناتها هو العبد كي يجي من برا يقول انا باش نعمل باش نعمل بويسكي تشوف برا كيفاش العباد تخدم وتشوف محلاها في 100 متر كاغي يخرج لك حاجه دونك كي تجي هنا تلقى الواقع صعيب خساره لانه فما تجارب ناجحه زاده اي لا ناجحه مادام حطوا لنا الصور خلينا نشوف هذه الصور نتاع المشروع نتاعك شنو هذا هذه هذيك تو قاعده هكا هذوك عندهم من 21 مقصوصين ما نجمش نطلع وشكون اللي عمل فيك هكا معناها وعليه؟ والله انا نعرفه ديجا واش كنا بيه ونشكر حرس منزل جميل معناتها دخلت الصورات لا دخلت الصورات ونشكر سيد الوالد ونشكر الناس كلها هكاك معناتها جراويه الحكايه مدام والله شو نقول لك مشاكل عائليه يعطيك ما نسميش ما نسميش ما نسميش حد مي عملها مره اللي ما عملها عام ونص حرام هكا مي فرتك هالي هكا عام ونص رجعت المشاكل نجم تتحل بطريقه اخرى مش هكا انا قلت له ضربت لي الكهرباء ضربت عملت لي حاجه اخرى علاش هاي سانيتي فوالا شو محلاها شو محلاها كي نغزر لها هذيك انا كبرتها ملي هكا وانا في وسطها خاص كي نكون سلمت حتى في اولادي وانا نكبر فيها لا اغزر لها يجي واحد يبدا بالعاني يجي يقصها يقص من اللوطه
ما قصهاش حتى فوق التركيبه على قليله، عندي امل انها باش ترجع. قصها كومبليتمون ما عادش تطلع بالقوارص نتاعها. وفانت كونت شوش نعمل بالقوارص كي خساره معناتها بالحق شيء اسف شي. كي نشوفوا هكا على خاطر انت تعبت وشقيت عليها حتى كان فما مشاكل احنا مش ندخلوا في التفاصيل حتى كان فما مشاكل القضاء هذيك حاجه ما فماش علاش معناتها هكا ما تعملش هكاك رزق ما توصلش هكاك ما توصلش ما توصلش هكاك فما ناس تخدم ونوراها معناتها معناتها فما ناس قاعده تاكل في خبزه من ورا والله وقفتهم اللي 21 ما عنديش خدمه ما عنديش حرام وقفتهم هم ديجا يخدموا في البارتي هذيك فهمتني كي راهو تصرفات كيما هكا بالحق واحد يتاسف برشا. كل حال ما نعرفش انت قلت المشروع باش يكمل بطريقه او باخرى اما انت قررت كونك ترجع قررت نمشي نرجع ولادي قداش عمر هما ولادك؟ عندي ثلاثة اولاد واحد 20 يعمل جيستيون في فرنسا واحد في ال 15 وواحد في ال 13 ربي يفضلهم ان شاء الله بطبيعه يرجعوا يلقاو الاستقرار زاد خاطر سي بابا سي يحبوا الفلاحه ويحبوا واحد رجع لتونس بدا قرايته هوني بعد ارجع وكمل من الاول وجديد معناتها ما نعرفش ان توكا ان شاء الله ربي يوفقك ما نعرفش باش تحب تختم شو تحب تقول انا وقفوا معايا برشا صولات الحق ما نكذبش نشكرهم كل الصولات اللي في بنزرت معناتها نتاع الفلاحه نتاع الامن وقف معايا كي نعمل في المشروع نتاعي حسن جميل وقف معايا سيد الوالي زاد مشكور وقف معايا دونك وقفوا معايا ما نكذبوش معناتها وقفوا معايا معناتها ماكش متاسفه من ناحيه هذه مشاكل من نوع معناتها فوالا يعني مش متاسفه انا شنو كيما قلت لك الفلاحه لازم يشوفوها لنا الفلاحه غاليه برشا ولا هذه فكره الرجوع فكرتك وحدك ولا اولادك زاد يحبوا يرجعوا اولادك شنو موقفهم من هذا الكل جاو لتونس هم راجعين هم مشروع خاطر هي كيف الكبير يقول لي معناتها ما ناخذوش على الصغار يقول لي ماما بيع كل شيء بالحق والله بيع وجيب ونعمل ان بروجي في برا تغيظك تغيظك برشا انت حبيت بالعكس انت حبيت تبني هوني تكون هوني ترجع في تونس كونك كونه ولدك يخمم هكا روحك الفكره بدات صغار في مخك فهمتني معناتها تبدا بشوية شوية تقول انا باش نعمل باش نعمل بعدين تلقى روحك ما تنجم تعمل شيء من برشا حاجات برشا عوامل متأسفة ياسر مادام نحس فيك مش متأسفة بركة أنا كي قصت لي أجاري نحب نعلمه نعلمه السيد هذا حطيت شجرة في الكهرباء عندي غير سامحني في الكلمة أنا سامحوني معناتها عندي غير هذا عبد ميت حطيتها في الكهرباء وقعدت تدور بخاس كيف سمان في وسط الكهرباء نتاعي ونوري فيها العباد الشك فيها نقول لهم شوفوا شو المنظر البشع معناتها تحسها مساش على كل حال معناتها ان شاء الله مازال قدامي يجي يكون خير ان شاء الله تتحل المشكله وان شاء الله انت زاده تلقى ثنيه اخرى ان شاء الله ان شاء الله برا ان شاء الله ما بين برا وتونس ما بين برا وتونس حتى المشاكل وحتى اللي يصير باقي العلاقه مع البلاد تقعد لا لا بلادنا ما عندها حتى علاقه هذا حتى كنا ماشيين غادي نحس في روحي حسينه راه مش فرحانه اني خارجه لا لا واني باش نرجع لمشروعي زاده اما خمم غادي الاكثريه غادي اكثر من هنا خمم المستقبل يمكن لأولاد القراية الظروف المادية تكون خير هذا هو شكرا لك مدى يعطيك الصحة على وجودك بحضنا انت جيتنا من بنزرت من بنزرت جبناك من الصباح بكري جيت بحضنا وان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ان شاء الله تتحسن الامور ان شاء الله ما تنجم تلقى حل معناتها ما حد شيء احنا ما نقولوش مروحين ولا لا ما لازمش واحد يائس هذه مرحلة كل انسان يتعدى بتجربة خايبة انت المشروع مشي بالكدا بالكش توا الامور ربي فرجها معناتها وترجع بالكش نعرف بالكش تخمم في نهار باش تعاود ترجع مره اخرى ان شاء الله ليه نرجع ليه باش نرجع بالطبيعه هذا هو هذا هو ان شاء الله عام 2019 يجيب لك الخير وان شاء الله ليك وللعائله نتمنى لك ان شاء الله ترجع للبلاد مره اخرى شكرا لك باش نمشيو توا مره اخرى مع فقره اخرى مصوره مع مهرجان دوز وبعد نواصل في استقبال ضيوف اخرين ان شاء الله هني يلقى فرحته في وسط السمور في ساحة سوق الصناعات التقليدية وبحضور جماهيري كبير انطلقت إحدى روائع فقرات المهرجان الدولي للصحراء بدوز في دورته 51 سهرة الصامور أو الموقف بمشاركة شعراء من ولايات تطاوين ومتنين وقبلي وتو دور محمد بن قايد لكم جاب الجول وكيد سلطان كل احكام
أول بدا بالقول نبدا بالله غفور ذنبنا وسلطان كل أحكام ومفتاح للباب الصعيب يحله وهو بني عرشه في ست أيام. هذه سهرية السمور وهذه من العلامات المميزة لمهرجان دوز، هي سهرية مفتوحة يعني الناس الكل بالمجان يشاركوا فيها برشا شعراء من نساء ورجال، معظمهم يكونوا من دوز أو من دنين أو من تطاوين، يعني معظمهم من الجنوب، ويكونوا زادة فما شعراء زادة ضيوف من خارج تونس كيما من ليبيا كيما من الخليج. على الأبعاد فيها شيط صحراء واسعة وخليا بالواعر وحيضان دار غراد ترقبت حتى ضحوا تشتغ نحوية ونشبحش في قربي ولا تشرب. أمام صمور من النيران التي بعثت بألسنة لهيبها دفء على ساحة العرض وزادت في لهيب ارتفاع حناجر الشعراء، حيث تراوحت السهرة بين الغناء والشعر البدوي الصحراوي الأصيل، أصوات تعالت وغنت وألقت وأبدعت في الإلقاء والكلمة لتكشف عن مخزون تراثي وثقافي وحضاري لسكان الصحراء والأمازيغ وما تحمله هذه الربوع من مخزون فني وإبداعي للمشاركين الحياة البدوية في أبهى تجلياتها. بناتني داروا على الكلام الخال وكلمتها يا أخوي بالعقلية في السوق بحتين رخيص المياه ولا هاي لا لا هاي لا بلف لا بريال. صارت السمور ديما تحقق رقم قياسي في الحضور الجماهيري، نساء ورجال شوابين وعزايز كلهم يجوا يحضروا على خاطر كلنا حتى الصغار نحبوا الشعر الشعبي وماشي في دمنا، حتى اللي ما يعرفش يعمل شعر يعرف يصنط كما نقول. سهرة السمور هذه حنين نستنوا فيها تو هذه كل عام، يسمى الحصة الكبيرة اللي نستنوها، خاصة السمور خاطر فيها الشعر وفيها يعني الحاجات التقليدية كاملة. سهرة السمور اللي تعجبني معناها تردني للتراث إلى ذكريات جميلة، لأن فيها الأدب فيها الشعر فيها الغناء، تبقى كما قال الأخ طاهر شوية تنظيم ناقص، ماذا بينا تكون أفضل من هكذا. وبالمناسبة نرحب بأي سائح دخل لتونس من أجل مهرجان. سهرة الصمور كانت من الفقرات الناجحة في مهرجان الصحراء بدوز وتابعها جمهور غفير، ربما تضع الهيئات القادمة في تحدي جديد لإيجاد فضاءات أخرى قادرة على استيعاب الآلاف من عشاق هذا الفن الإبداعي الصحراوي الأصيل. فقرتنا في دوز مواصلين وباش نواصلوا حديثنا على كفاءتنا التونسية بالخارج. تعرفنا على زوز تجارب فيهم بعض الصعوبات كما شفتوا، لكن باش تعرفوا توا على تجربة أخرى إن شاء الله تكون مرة هذه ناجحة. حبيت رحب بسي رياض شرشير رجل أعمال مقيم بليون. مرحبا بك سي رياض. وبيك وبارك الله فيك وشكرا في الاستدعاء. يعيشك، مرحبا بك. كنت تسمع يظهرلي في الـ ضيوفنا وشحكي وكل واحد وتجربته. أنا معاك نحب نتعرف على تجربة أخرى. أنت خليني نبدأ من الأول، أنت قبل كل شيء مقيم بالخارج، معناتها العائلة متاعك من الأول توجهت البرة وأنت تولدت البرة في ليون هكا؟ مولود أنا في فالونس، الوالد عندي فالونس. ربي يشد فيه، ربي يفضله لك. تعيشك بارك الله فيك. جاي لفرنسا عام 1955 ايه؟ والوالدة لحقت عليه عمرها 16 عام 1962، 16 عام عرس عليها 16 دونك دونك انا مولود عام 63، مولود في فرنسا وقريت غادي فهمت. خواتي معايا كيف كيف، زاد عندي اختي وخويا زاد كيف كيف. فاش كان يخدم الوالد قبل؟ الوالد عندي كي جي لفرنسا ممكن من اول توانسه اللي جاي وعنده شهاده مدرسيه وقتها دخل في سونتر دو فورماسيون تاع فالونس، خاطر مولودين في فالونس احنا، ومن بعد تعلم خذ شوفور وقتها شوفور ليفرور تاع شركه يوصل السلع والبضاعه. اي
بدا بشويه بشويه معناتها حتى هو وانت تجربتك مع من الخارج مع تولدت لقيت روحك في ليون في وضعيه معناتها كتونسي كنتوا ترجعوا معناتها لتونس والعلاقه متواصله مع تونس الدليل كونك تحكي بالعربي معناتها ما كانش فما قطيعه معناها ما كانش فما قطيعه خاطر الوالد والوالده دوب ما نتسلعوا من غدوة ناخذوا الطياره ونجيو لتونس فوالا ونعديو وين انتم في تونس منين؟ من قصر هلال قصر هلال عديو الفاكونس موسم الصيف الكل عديو في العيله مع ولاد خالاتي ولاد عماتي والعيله كل كانوا قرب ياسر في العيله هكا الشيء اللي خلانا زرعوا فينا حب البلاد كي كبرنا كبرت وبعد ما خرجت بالتعليم العالي من فاكولتي نتاع جرونوب شنو كانت الدراسه نتاعك؟ دراسه بعد الباك عملت عامين في الاقتصاد وفي الحقوق ومن بعد دخلت حليت الشركه ودخلت في التجاره برا دونك التجربه نتاعك كانت في مجال الاعمال بالضبط. وبديتها مليون ومن بعد توسعت وسلات في مشاريع في تونس احكي لي شويه كيفاش بدات الحكايه علاش باش بدات خاطر في الاصل اني مقصر هلال هي اصيل في اختصاصها التكستيل النسيج واحنا وقتها في مدينه ريجون رونال في برشا مصانع نتاع التكستيل توجهت اني للشريان الخيط اي ونبيع فيه للشركات التونسية هكا ارتباطي يعني في الخدمة هكي بعد في ظروف 2000 المصانع في فرنسا سكروا برشا سكروا في التكستيل وليت اتجهت جبت شركات فرنسيين التونس حليت معهم معامل للتصدير هذا من سنة 2000 2000 حتى 2010 حليت ما يقارب 12-13 شركة مع شركات أني شريك فيهم وشركات عاونتهم باش يتكونوا 2011 كي جات الثوره المباركه وقت انا قنصر عام في ليون يعرفني ونعرفوا بعضنا مليح شجعني باش نكون جمعيه باش نلموا فيها الكفاءات للاستثمار في تونس جمعيه استرا استرا اكزاكتومون القنصل العام وقتها سيتي سي صبري باش توجي كونسول جينيرال وقتها كو جو تيان سالوي اوجوردي اوجوردي دونك لي سكرتير ديتا اوز افير اترانجير في تونس دونك وقت كون استرا لو بروميي مومب كو جي انفيتي اني وقتها سيتي Mon cabinet d'avocat d'affaires, l'ami Lexel, qui est le plus grand cabinet d'avocat d'affaires de Lyon. Donc le siège de Astra, d'ailleurs, il est chez eux à Lyon. Et le noyau qu'on a tout de suite, c'est une chalikette, le firansiin. Elle a un de mes anafitons qui fait mais je les mets pour deux objectifs. L'objectif l'un, c'est queen ou tassih l'alaqat, donc tout ce qui est réseau, ma binetna, partage d'expérience au niveau national, femte. وثانياً faire la promotion des relations économiques ما بين تونس وريجيون تاعنا خاطر ريجيون اوفرنيو رونالب في فرنسا هي اول جهه صناعيه في الجمهوريه البيب نتاعها انفيرون 242 مليار دورو ا بوبري 9 مليون دابيتون دونك ليدي سيتي دو ريغروبي سيز انتربريز خاطر موش ملمومين بارتاجي لو ريزو اي faire la promotion دونك dans ce qu'on appelle la promotion معناتها on a quand même fait plusieurs actions de coopération depuis 2011 notamment في الطاقة المتجددة سوجي خدمنا عليه depuis 2012 وسني en octobre 2018 on a conduit une conférence internationale à Lyon en préfecture de région avec l'appui du chef du gouvernement ça c'est une première donc je remercie Youssef Ched à la خاطر c'est quand même la première fois qu'on fait une conférence économique en préfecture de région. معناتها توا سي رياض حسب ما فهمت انت قعدت بالخارج تخدم لكن في نفس الوقت حاولت باش تفيد البلاد بتجربتك ومن خلال المشاريع اللي قمت بها، يعني كان نجم نقول كونه التجربه نتاعك في تونس ما كانتش خايبه معناتها بالعكس كانت فيها العديد من الايجابيات. في ايجابيات علاش؟ خاطر بحكم التجارب والخلطه من الصغرى في تونس عرف الانسان في تونس شنو اللي يلزموا يعملوا توجه صحيح وشنو اللي ما يلزموش يعملوا واللي عاوني في تشجيع اجانب باش يدخلوا لتونس ويحلوا مشاريع هو اللي كونه بحكم علاقاته ومعرفته بالبلاد ينجم يوجههم في الشيء اللي يعملوه خاطر العقليه التونسيه والعقليه الفرنسيه مختلفة كيف كيف مختلفة اخيرا قل من شهر من زمان جبت شركه جديده انا خذيت لها محل في الفحص باش يحلوا مصنع في الكابلاج عندهم وقت يجي 3 ولا 4 سنين باش يجيو قعدوا يتردوا جاوا معايا وقت لهنا في نهارين قبل السيد الوالي بتاع زغوان سي علي المعموري في 24 ساعه معناتها خذينا محل ودخلوا يخدموا في امان وفي ثقه زاد كيف كيف معناتها التجارب هكا
شنو الامتياز نتاع التونسيين بالخارج؟ هو يعرفوا بلادهم. كل انسان يعرف بلاده ويعرف العقليه نتاع بلاده. كيف يجيب اجنبي يعرف العقليه نتاعو، خاطر احنا ولاد فرنسا نعرفوا عقليه فرنسا خاطر احنا كبرنا في فرنسا، ونعرفوا عقليه ولاد بلادنا. كيف نجيبوا اجنبي نعرفوا شنو يلزم يتعمل وشنو ما يلزمش يتعمل. دونك علاش قلت لك دور كبير ياسر عندهم، دور كبير ياسر التونسيين بالخارج، كفاءات ولا مش كفاءات في تدعيم العلاقات سواء اجتماعيه اقتصادية ولا ثقافية مع انا نحب نحكي شويه في نقطه اخرى. اكيد انت تنجم تفيدني من خلال تجربتك من خلال علاقاتك. يعني كي نقولوا عندنا كفاءات بالخارج هذا مش كلام برا، عندنا برشا ناس لبرا كفاءات تونسيه في مجالات مختلفه اللي قاعدين ينوروا البلاد، واحيانا ينجموا يفيدوا تونس وهما غادره، مش لازم حتى باش يرجعوا بالصوره اللي يعطيوها بالتواصل نتاعهم، ما يقطعوش الصله مع البلاد، ينجم يكون بطريقه او باخرى يقدموا يفيدوا البلاد. احكي لي على نوعيه الناس اللي الكفاءات التونسيه الموجوده في ليون باغ اكزومبل، واللي معناتها بطريقه او باخرى معناتها ينوروا تونس. كفاءات عندنا في التعليم برشا اساتذه مستوى كبير ياسر في ليون. عندنا زاد كيف ديزيليون سنين مثلا في الانتخابات الرئاسيه في فرنسا، عندنا اون جون ايلو فرانكو تونيزيان انيسه خضر، اون جون في دو 26 ans دخلت البرلمان الفرنسي. اول مره في تاريخ فرنسا ابن تونسي مولود في فرنسا يدخل البرلمان الفرنسي. عندنا بنيه اخرى سونيا الكريمي كيف زاد هاكي مش من مولودين فرنسا، جات لفرنسا تو 10 سنوات جات تقرا وترشحت ونجحت في الانتخابات البرلمانيه. عندنا برشا توانسه زاد كيف كي سون ايلو سوا في بلديات ولا في مجالس او نيفو دو لا ريجيون، اون ا دي بريفي كيف عندنا كفاءات معناتها في السلطه الفرنسيه في قلب السلطه الفرنسيه، عندنا مسؤولين زاد في رئاسه الحكومه الفرنسيه في جميع المستويات ما يظهروش خاطرهم مستكفين برواحهم ويخدموا على رواحهم ما تراهمش في الساحه، ما موجودين ويحبوا تونس ويلوجوا كيفاش ينفعوا تونس. اما ساعات ما يلقاوش على خاطر لو تيسيو اسوسياتيف بصفه عامه تونسي ضعيف عندنا. مش موجود ياسر عندنا في اليوم، عندنا ثلاثة ولا أربع جمعيات، عندنا جمعية مثلا اون اسوسياسيون كولتيغيل اسمها الوصل كي ديريجي باغ ان بروفيسور دو ميوزيك سي خالد بن يحيى مثلا. فوالا احنا جبدنا خالد بن يحيى. سي خالد بن يحيى الفنان والموسيقي والمبدع. سي خالد بن يحيى هو معنا على الخط توا. فما حفله باش نظموها سي سا باش توقع لو 12 فيفري. لو 12 فيفري يظهر يوطي يحكي لنا عليها اكثر. نقولوا الو 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 السلامه. مرحبا مرحبا بك خالد. مرحبا يعيشك. مرحبا بيك. مرحبا بيك ان شاء الله. عامك مبروك. ساعة عامك مبروك بالصحه وال يعيشك وكل شيء. يعيشك مرحبا بيك. دونك بحضنا سي رياض ونحكيو شويه على الحفله اللي باش تكون، وقتاش باش تكون وشنو باش يكون البرنامج بالضبط وقتاش؟ والله دونك بونجور خالد. صباح النور. صباح الخير. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. يعيشك. يعيشك يعيشك. عندكم برشا ما ريتوش بعضكم؟ انا 15 جور جمعتين تقريبا. 15 جور كيفاه؟ دونك سان سبيكتاكل ان شاء الله باش نقدموه ل 12 فيفري في لافير مونيال. فوالا دونك يوم 5 السبيكتاكل هذا باش يكون فيه معناها دو بارتي ان شاء الله. معناها عرض اول للطلبه بتاعي في مدينه ليون اللي هما يلفتوا معناها تقريبا على مدار السنه في جمعيه الوصل، وعرض عارفين دو بارتي معناها باش يكون فيه حدث ان شاء الله. دوساف الحمداني المقلعه والمطربه الكبيره بتاعنا اللي نحيوها الفنانه القديره دوساف الحمداني وهي مكتعب احنا هاوي. عشره كبيره انا ودوساف اشتغلنا قبل وعملنا بعض مع بعض الاعمال من اغنيه مولانا دونك هذا هو باش يكون ان شاء الله عمل فيه معناها في جانب بيداغوجي ايضا لانه مهم انه نوريو معناها العمل اللي تكون به الجمعيه، وخاصه انه عندنا عده معناها طلبه فرنسيين يعصروا يغنيوا الموسيقى الشرقيه، يغنيوا اغاني شرقيه. دونك هذا مهم بالنسبه لي انا في الجانب البيداغوجي. وبالطبيعه كلوتوري لو سبيكتاكل تاع هذيك بصاف وعاصين ايضا
معناها لازم نذكرهم العارفين اللي احنا نعرفهم بعضنا في ديزاني نبيل عبد المول على التناي رياض بن عمر ولطفي سوه على ار تي اذاعه. يعني خالد يعني هوني يمكن انا من مواكبتي شويه هكا فكره على اللي قاعدين تعملوا به تعملوا فيه انت ودرساف، يعني فما توجه معين انتم قاعدين تخدموا عليه باش تعطيوا صوره جميله على الفن في تونس، وعندكم اختياراتكم عندكم توجهكم اللي انتم حارسين عليه. ابسوليمون الحقيقه هو اختيار من قديم، هذا من الاواخر التسعينات تقريبا خلينا التوجه هذا اللي هو يعني الموسيقى ماهيش الترناتيف مش ماهيش الموسيقى ما يسمى الموسيقى البديله نسميها هذه ولا الموسيقى الراقيه في مستوى هي موسيقى معناها تتسمع لازم نسمع معناتها احنا عندنا الحقيقه بصوره عامه معناها الحقيقه فما حاجه هايله في تونس تطورت مدينة الثقافة وقبلها مهرجانات المدينة يعني الجمهور اللي يجي يسمع ما يجيش معناها يسمع فقط مش سيماتيزم المهم انه يصفق وكل شيء متفقين لكن الموسيقى معناها اللي تتسمع والمهم انه نتعلموا اللي تبني المشروع واللي تكون عندها في مشروع في فكرة فيه هذا هو معناتها وهذا توجه تو تقريبا بدا معتلق حظه في تونس وفي عده بلدان عربيه معناتها هذا مهم برشا. هذا هو شكرا. بين الدفرين هم مع دفاف ثم عمل اخر ايضا ان شاء الله في الاوبيرا دونيس ان شاء الله في شهر مارس، لكن ان شاء الله ندعو معناتها ندعو الجمهور التونسي خاصه اللي فرج فينا ان شاء الله يكون حاضر لو 12 فيفري. وقتاش عاود ذكرني لو 12 فيفري سال موليير فوالا ليون. هذا هو. سال موليير يكون سال دونك سي تري بيل سال دو بليس. Voilà, donc merci Khaled. Merci. 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 Merci.